يا عم ادرس هتصلي. يا جماعه ده بيصلي، ده مش محتاج صلاه يا حبيبي، خش على طول. اهلا وسهلا بيكم، فيديو جديد رياكشن جديد معاكم مايكل. النهارده فيديو بتاعنا عن تحدي اكل الاندومي للراجل الكوري، يعني تحدي المفاجيع. محتاج دعمكم جدا بعمل لايك للفيديو وشاف في القناه، مستني تعاتكم الجميله. وده يا جماعه حبيت ابدا لكم بالبنات، تحدي بنات الراجل الكوري. اسرع، لا شيء النظارة دي، خليك اسرع بقى انجزي يا جماعة، كسبها باكتساح. لا سريعة سريعة سريعة، اسرع يا جماعة. ايه ده، اكد بيروح فين يا جماعة؟ تاني واحدة ادينا خسرانة، خش على اللي بعدها اسرع. يلا انجزي بايدك، ايدك مش مشكلة، الشوكر كناها على جنب. لا يا جماعة كده ايه، نلعب بنات باي باي. تعمل ايه الاخت دي؟ ايه اللي دخلك تحدي انت اصلا؟ انت كنت قاعدة ساكتة، مالك انت مال الكلام ده؟ بعد يا جماعة ندخل على تحدي الرجالة. فين يا جماعة الرجالة بتخلص بالايد على طول؟ لسه شوكة بقى وسكينة ونضارة والكلام ده؟ لا يا جماعة، برافو، سريعة على فكرة. بص يا جمال على الشمال ده، ده بيشفط مش بيبلع. اكده بيروح فين يا جدعان؟ تحس ان في جوه هنا برميل، مش معده، برميل وملهوش اخر. يا لهوي. بدات اتحشرت. اسرع، برافو. برضه يا جماعه الراجل الكوري مكتسح، مكتسح البنات والشباب. ايه ده يا عم، ده يخرب بيت خدودك. يا جماعه تقريبا على الشمال ده مسرع الفيديو. لا احنا مالناش في الخم، معلش كيف حد اتقال. يلا يا عم كوري انت التاني. على فكره يا جماعه انا بعشق الكوريين جدا جدا، مش معنى نزلهم فيديوهات انا بكرههم، بعشقهم جدا. معلش المرة الجاية يا عم ادرس هتصلي. يا جماعة ده بيصلي، ده مش هنحتاج صلاة يا حبيبي، خش على طول. معلش بقى المرة الجاية. يا رب الفيديو يكون عجبكم، محتاج دعمكم جدا بعمل لايك للفيديو وشير في القناة. يا جماعة كنت حابب أوضح حاجة مهمة جدا، أنا بحب الكوريين جدا جدا جدا، بعشقهم فعلا، عشان كده بركز على فيديوهاتهم، عشان محدش يفتكر ان انا بكرههم او انا منتقدهم او انا بهاجمهم، بالعكس انا بحبهم جدا. يا ريت يا جماعه لو حد عنده فيديو معين او فكره معينه حابب اعملها رياكشن، يا ريت يكتب لي في التعليقات، ويقدر يبعت لي الفيديو ده عن طريق فيسبوك. استنوني في فيديوهات تانية كتير جدا، مع السلامه.